طيب قبل ما نخش في فقرات حلقتنا، طبعا زي ما بقول لحضراتكم عندنا اخبار سريعه جدا قبل ما نخش على الصحف، وهو طبعا في ان الكاف بيعلن مواعيد مباراه مصر والسنغال، مباراتي مصر والسنغال. النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن رسميا مواعيد المباراه، مباراتي النهائي ما بين منتخب مصر والمنتخب السنغالي في طبعا التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022. حضرتكم عارفين طبعا كانت القرعه في المرحله الاخيره من التصفيات اللي اقيمت طبعا على هامش بطوله كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، اوقعت مصر مع المنتخب السنغالي. منتخب السنغال طبعا كلنا شفنا المباراه النهائيه في نهائي بطوله افريقيا، وطبعا خسارتنا بعد طبعا ركلات الترجيح، وكانت مباراه قويه جدا جدا، يعني خلينا نقول ان احنا كنا ابطال على المستوى الرجوله وعلى مستوى الروح، ولكن يبقى لمنتخب مصر ان يستعد جيدا. ان شاء الله المباراه، مباراه الذهاب ان شاء الله هتكون 25 مارس اللي جاي ان شاء الله يوم الجمعه 25 مارس على استاد القاهره الساعه 9:30 مساء بتوقيت طبعا القاهره. مباراه الاياب ان شاء الله هتكون يوم الثلاث 29 مارس على طبعا عندهم ملعب جديد في العاصمه دكار، هتكون ان شاء الله الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، استعداد لازم يكون استعداد على اعلى مستوى. المنتخب السنغالي منتخب قوي جدا 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 من النواحي الفنيه، من النواحي البدنيه، يحتاج الى التركيز الشديد. ولما بقول تركيز شديد لازم نعرف ان لازم كل اللعيبه على مستوى الدوري المصري، لازم اللي كانت طبعا بتشارك في كاس الامم الافريقيه وكل اللعيبه لازم تستعد جديا من النقطه دي، انك بتادي مع ناديك بمستوى عالي بدنيا فنيا، تركز كويس قوي ويكون عندك في الباك جراوند بتاعك ان عندنا حلم كبير، ان ملايين المصريين بيحلموا ان شاء الله ان احنا نوصل لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي، ودي ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده، كان دايما بيبقى فيه سنوات كبيره جدا ما بين وصولنا لكل كاس عالم. كل التوفيق للاعبتنا، كل المصريين بتدعوا ان شاء الله يوم ان شاء الله 25 مارس يكون استاد القاهره باذن الله ممتلئ بالساعه اللي طبعا هيحددها الاتحاد الافريقي، وتكون ان شاء الله كل لاعبتنا في استعداد تام لمعركتي السنغال ان شاء الله يوم 25 ويوم 29.